السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متابعي ومتابعات القناة العزيز الغالي على قلبي. استقبلوا معايا في هاد لا فيديو خوتي، أيه الضيفة الجديدة سمسمة. شكون سمسمة؟ هي خوت سمسمة. ده حنا عيلة مع بعضينا خوتي. كما سابق لي وقلت لكم أنني أنا والعائلة ديالي عدو بلا نقول أنا متتبعين نتاع هاد العائلة هادي اللي كلهم تبارك الله عليهم دايرين قنوات. المهم اول هاد الاخت ديالهم حتى هي ما دارت قناه ابونينا عندها بطبيعه الحال، ولكن اخوتي مات لي الصراحه تندخل لقناتها وسولوني علاش، حيت بطبيعه الحال فاش نشوف لقطات من لا فيديو اللي حطات تلقاه انه مشابه للفيديو اللي حطات اختها هادي واختها هادي، نفس المحتوى عندهم نتاع المقالب، وراكم تتشوفوا يعني هما تيشتركوا في فيديو واحد يكون مشاركين وكل وحده تتحط عندها فيديو غير من واحد الزوايا. اشنو في تيفرق زوايا نتاع التصوير، كل وحده شاده فيديو من زاويه مختلفه، فهمتوني؟ يعني الفيديو هنا تيختلف اما نفس المحتوى. المهم اخوتي طلعت هي تترد على الناس اللي تيقولوا ليها او المتتبعين، واكثريه هي تعاطات وعطات الواحد المتتبعه اللي تتكرر ليها دائما واحد التعاليق، وغادي نعرفوا شنو هما التعاليق هاد المتتبعة اللي طلعت هي، وكذلك حتى المتتبع اللي تيسولوها راكي انتي مطلقة، وكذلك تيسولوها في التيك توك وفي اليوتيوب. قالت لهم واش شي حد من الافراد نتاع العائلة ديالي واش قال لكم راني طلقت، يعني مادام ما سمعتوهاش من شي طرف قريب ليا علاش تقولوا راني طلقت؟ انا راني ما مطلقاش وراني بحالي بحال اي كوبل، زعما تيوقع واحد النقاش ما بين الرجل والمراه ودابا راني جيت لدارنا وعادي. وقالت لي هذيك المتتبعه اللي كتبت لها التعليق، مادام انت ما مطلقاش يلاه علاش فاش جا راجلك هاد زعما المجيه هادي اللي قالت هي انها جلست سيمانه علاش ما داكش معاه زعما رجعك لدارك؟ قالت لي هي انا ما مطلقاش وهاد الامر نتاع الزواج ديالي في يدي انا، اما هكا اما هكا زعما اما نكمل مع الراجل ديالي اما نطلق، هاد الامر في يدي انا، استروا عليها. وقالت عاود تاني ان هي بطبيعة الحال راجلها تتكل ليه واحد المحبة واحد المودة واحد الرحمة، وأن البنت ديالها كذلك متعلقة بالأب ديالها، وكذلك الراجل ديالها تيبغي ابناته بطبيعة الحال وتيبغي مراته، وهما غير عندهم زعما شي حوايج. وكما قالت هي راه راجلها جا وحطوا النقط على الحروف، حيت هما كاملين تيقولوا أنهم حطوا النقط على الحروف. المهم اخوتي، ولكن باش عجبتني وغادي نشاطر هذا الامر كذلك معه وغادي نقول لها برافو عليك، فاش قالت لهم انا ما غاديش نخرج، وصبقت واحد الكلمه بعدها قالت لهم انا راجلي نفسه هنا وما غاديش نخرج انا، وغادي نهضر زعما في حياتي الخاصه بيني مع راجلي، وغادي نجلس زعما نقول شي كلام ماشي هو هذاك في راجلي، راه يقدر كاع يدعيني، فهمتوني؟ يعني يقدر يدعيها راجلها. قالت لهم انني انا ما غاديش نقدر نخرج ونهضر فيه في المواقع نتاع التواصل ويتبارطاجي هذا الشيء، زعما نحط انا اسرار ونحط هادي. وقالت لهم وكون انتم عارفين ان الارشيف نتاع اليوتيوب تيبقى، وكما قالت هي ان البنات ديالها يكبروا ويشوفوا هذوك لا فيديوهات اللي دايره الام ديالهم وتتجبد باهم بشي حوايج زعما او بشي صيغه ما زويناش، راه حشومه وعيب. برافو عليك في هذه القضيه وعجبتيني الصراحه، ان حياتك الخاصه بينك مع راجلك ولا العائله ديال راجلك ما بغيتيش تبوحي بها وتخرجيها للعلن احتراما لوليداتك مستقبلا، برافو عليك. وقالت لهم عاوتاني واش عارفين الخطط اللي دايرين انا وراجلي مستقبلا؟ واش نتوما عارفين ان الخطط اللي دايرين؟ وهنا غادي نرجعوا لهذه النقطه، ولكن قبل هاد كما قالت هي هاد المتتبعه اللي متبعاها دائما قالت لك تتعلق ليها، قالت ليها وعلقتي ليا كذلك وقلتي ليا انني عيفتك فاش كنت نغسل في الكوزينه وجهي. قالت ليها انا الا بقيت فيك سيري جيبي لي لابابو، انا ما عنديش لابابو فين نمشي نغسل انا في الكابينه وجهي. قالت لها تلقاك انت هي المتتبعه زعما اللي علقات ليها، تلقاك انت راك تتغسلي غير في الكابينه حاشاكم واعزكم الله، اما انا زعما راه على الاقل تنغسل في لابابو نتاع الكوزينه، تقولي لي عيفتك زعما علاش؟ سكتي. قالت لها انا نقول لك فين تنغسل، ده حنا عيله مع بعضينا. فهمتوني؟ تبارك الله عليهم هما راه ما يتوصاوش. قالت لهم
هاد الكلام اللي تنوجه راه ماشي للمتتبعين ديالي، ولكن بحال هادوك اللي تيكتبوا هادوك التعاليق، بالاخص عفوا هذيك اللي تتكتب ليا هاد التعاليق هادو. المهم اخوتي القضيه وما فيها، وبغيتو تعرفوا نتوما هاد السيده علاش جات للبيت والكوزينه اللي كانت فيها اختها، وعلاش جات بطبيعه الحال وسط العائله ديالها. رجعوا الارشيف كيف تنقول لكم، شفتوا في السبوع ديالها بالله العائله ديالها فاش جاو عندها جالسين في البيت اللي هما يعني في البيت اللي نفست فيهم بنتهم، يعني ما شفناهمش جالسين في الصالون على برا في الدار نتاع الحماد ديالها، شفناهم جالسين في نفس البيت، وشفنا حتى داكشي تاع السبوع محطوط في البيت، يعني ما شفناهمش جالسين على برا ولا تتصور، ولا حتى فاش تجي تتصور الدار كاملة، يعني تتصور حدا هكا حاشاكم تتصيق هذيك الطوالة هكا، ولا بطبيعة الحال واحد الطرف من الكوزينة فاش تكون دايرة كتبغي تفطر ولا كذلك تبغي توجد شي وصفة غدا ولا هادي، وصافي هذاك البيت ديالها، ولا تشوفوها خارجة هكاك شي خريجة هي والأسرة ديالها اللي هما وليداتها وراجلها بطبيعة الحال اللي ما تيبانش، راجلها راه ما تيبانش. المهم أخوتي راكم عارفين البلاد ديالهم بطبيعة الحال، واحد البلاد اللي صغيرة، واحد المدينة اللي صغيرة بطبيعة الحال، كيف تتشوفوهم فاش تيصوروا في لا فيديوهات ديالهم ما تتشوفوش الناس بزاف فيها، ما تتشوفوش هما روسهم تيقولوا أن بلادهم خاوية شوية، يعني اللي غادي ما يسلم على اللي جاي. وهي باش غتطلع هاد المحتوى عندها بهاديك الطريف من الكوزينة، ولا كذلك بالبيت ديالها بطبيعة الحال، لا ولا دوك الخرجات اللي مره مره تتخرج مع الاسره ديالها، الا وشافت هي ان خواتاتها مجموعين في بلاصه واحده والام ديالها كذلك ما درينهم يا ربي ياك. وهي بطبيعه الحال حتى هي ولات يوتيوبا، وحتى هي بغات تطلع المحتوى ديالها، وحتى هي بغات الادسنس، شافت اختها سمسيمه تبارك الله ولات بخيرها وبخميرها، شافت اختها فضفاضه ولات بخيرها وخميرها، شافت الام ديالها، شافت خواتاتها الاخرين، يعني كل شيء ولا بخير، واخا خواتاتها الاخرين ما دايرينش قنوات، ولكن الخير تيعم على الجميع، حيت خواتاتها الاخرين راه ما دايرينش قنوات. المهم اخوتي شافت بلا كل شيء ولا بخير من بعد ما كانوا في مستوى شويه ناقص ولاو بخير. واش هي دايره قناه وما تطلعش القناه ديالها؟ يقدر اختي اخويا جلست واتفقت مع زوجها الكريم وجات، حيت بطبيعه الحال كيف شفنا البلاصه اللي دابا عايشه فيها البيت والكوزينه هي اللي كانت عايشه فيها سمسيمه، يعني شفنا سمسيمه مشات من هنا، سمسمة دخلت من هنا علاش اخوتي؟ بطبيعة الحال شفتو سمسمة ان الخير اللي شافت في هذاك البيت والكوزينة والتعاطف نتاع المتتبعين دياولها بطبيعة الحال، والقناة كبرت ليها في هذاك البيت والكوزينة، القضوات جاوها في هذاك البيت والكوزينة، ولات بخير ورحلت للدار في هذاك البيت والكوزينة اللي كره بطبيعة الحال رخيص، وشفتو سمسمة انها ما طلقتش الكرة. اختها فكرت علاش انا غادي نجلس هنايا، وبطبيعه الحال راه ما تسلمش المشاحنات نتاع بطبيعه الحال الحماس والعروسه، نقول الله اعلم، يعني الانسان تيبغي يحسن من الوضعيه ديالو. جات لهذاك البيت الكوزينه اللي كانت عايشه فيه اختها وجلست فيه، وشفتوا روتيناتها اليوميه انهم تديرهم في هذاك البيت الكوزينه مع وليداتها، وبطبيعة الحال تتوريكم اشنو تطيب وتتوريكم اشنو تدير، وبطبيعة الحال من تتبغي عاوتاني تشارك في لا فيديوهات مع الأسرة ديالها كذلك تيشاركوها في لا فيديوهات وهي تتشارك معاهم. ورجعوا اخوتي المشاهدات الاولى في قناتها من بعد ما كانت يعني في دار اللي كانت فيها في المدينة الاولى، ودابا المشاهدات من ولات في البيت والكوزينه بطبيعه الحال، حتى هي بغات الاستعطاف نتاع المتتبعين معاها، بغات حتى هي القضوات كي كانوا تيجيو لاختها، حتى هي النوب الاولى جات للبيت والكوزينه اختها وكانت جالسه فيه وكانت عايشه فيه، وكان ما عندهاش وكانت لا حول ولا قوه الا بالله، حتى كبرت ليها القناه ولات تدخل اموال. وعلاش حتى هذه ما تمشاش بطبيعه الحال تمشي في خطوات نتاع اختها سمسيمه، وحتى هي تلقى نفس القابليه اللي كانت لقات اختها في هذاك البيت والكوزينه؟ راه هذا هو الواقع اختي،
راه هذا هو الواقع، انك بغيتي تطلعي القناة ديالك وسط الاسرة ديالك وكمان في البيت والكوزينة اللي كانت فيه اختك، حتى انتي باش يسهل لك الله وديري دار وطوموبيل ومشروع ديالك. وكما قلتيها فمك، واش نتوما عرفتو الخطط اللي متفقة انا وراجلي عليهم زعما في المستقبل ديالنا؟ ومن ضمنهم احباب قلبي هاد المسألة ديال انها تجي وتستقر حدا والديها بطبيعة الحال، وما كاين ما احسن ان الانسان يكون بطبيعة الحال وسط العائلة ديالو حدا والديها في البيت والكوزينة باش تزيد تستعطف اكثر. اخوتي بالله حتى هي راه ما عندهاش، وحتى هي راه محتاجة القناة تكبر، وحتى هي محتاجة فلوس الادسنس، وحتى هي لا بأس أن الناس يستعطفوا معاها كي كانوا مستعطفين مع أختها، وحتى هي يجيوها الكليات وما فيها بأس. كما كانت خرجات أختها وقالت نهار داروا داك المقلب انت على البزطام من البزطام، قالت أن أختنا سمسامة راه محتاجة اللي كوش ومحتاجة الحليب. فهمتوني؟ ايوا فهموني يا اخوتي، هذا هو الواقع، ما كاين لا طلاق ولا فراق ولا حتى شي حاجه، بخير وهي خير وعلى خير مع راجلها، بيناتهم السمن والعسل، بيناتهم كل موده ورحمه، كل اللي فكروا فيه انهم بغاو يحسنوا من الوضعيه ديالهم. وهذا الشيء يا اخوتي ما فيه باس، والقفه مولات الودنين تيشيلوها اثنين. فهمتوني؟ وها هو كما قالت لكم جا عند وليداتو وجلس سيمانه والحمد لله، دارنا لهين ودارنا هنا والدار اللي هنا راه الحمد لله بخيرها وبخميرها وعتبه اتسنسيها. عتبه نتاع الادسنس. واش اخوتي شكون تيخرج من الجماعه؟ الشيطان نعاله الله. وهي اخوتي تخرج من الجماعه ما تدخلش الادسنس، هي اخوتي بغيتوها ما تطلعش ليها المشاهده، هي بغيتوها ما تطلعش ليها القناه، هي بغيتوها حتى هي ما تديرش دار، هي بغيتوها حتى هي ما تديرش مشروع، حتى هي بغيتوها ما تديرش طوموبيل. ايوا حشومه اخوتي، ايوا الخير يعم على الكل، وحنا عيله مع بعضينا، ما فيها باس حتى هي دير مستقبل لوليداتها، ما فيها باس حتى هي تزيد بطموحها كتر 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 لوليداتها وتشوفهم في احسن واحسن. واشنو فيها اخوتي؟ وصراحه فيديوهاتها محترمين، ايوا ما فيها باس. المهم اخوتي ما تبقاوش تضيقوا اي حاجه تقالت لكم، تبارطاجات هذه الكلمه بطبيعه الحال في الاول نتاع ان الطلاق باش القليب ديالكم الطيب يستعطف في ليكوشو الحليب. فهمتوني؟ ولكن السيده راه بتطلع غير الادسنس وبغات تطلع قناتها في وسط العائله ديالها وفي البيت والكوزينه، الاستعطاف اخوتي، الاستعطاف القلوب الطيبه والناس اللي تيطيقوا دغيا. فهمتيني؟ اللي تعايرتي من عندها يا المتتبعه، سيده راه ما مطلقاش، سيده بتطلع قناتها والادسنس. اي والله يحفظكم ومرحبا بك اخوتي في هاد لا فيديو. سمسمة خد سمسمة، يوم سلامة ورعاكم الله.